كما نقول لهم راه شباب مش مستقبل الشباب الان. قبيله تقولوا لي اصحاب القرار، انا نقول اليوم عندنا فصل 8 من الدستور اللي يعتبر الشباب القوه الفعل الحقيقيه للبلاد، كيفاش نفعلوا هذا؟ المبادره نتاعكم حسب رايي وحسب اللي ريت، خاطر ما نجمش نحكم على حاجه ما فيهاش برشا، من اللي اليوم سمعتوا الخدمه اللي تخدموا فيها والحضور الشبابي الموجود هنا والاستبيان اللي قدمته يؤكد انه اليوم هي فرصه للشباب التونسي باش فعلا يصبح اليوم القوه الفعل الحقيقيه، على خاطر حبوا ولا ما نحبوش طبقه سياسيه اليوم كما تراو معناها، وحتى المؤسسات مع الاسف ما عرفناش اليوم نعطيو صوره اللي تعطي ثقه للشباب. واليوم انت عطيت من بين التوصيات معناها القانون وحق الشباب في الحصه، وهذه مسؤوليه كبيره ياسر قدامنا، لانه معناها في مجلس بالشعب ربما ما كانش فما وعي كافي في الموضوع هذا، وحسابات ربما حزبيه على اساس انا عندي شباب باش نحطه في القائمه مثل هذه التعليلات. لكن انا يظهر لي معناها مهما كانت تكاليف، اذا اليوم الشباب يقرر باش يشارك في الانتخابات كناخب ولكن كمترشح باش يلقى الباب مفتوح. علاش؟ مش يدق الباب، يحل الباب على مصراعيه، على خاطر العدد المطلوب اليوم باش يفرض على الاحزاب السياسيه انه العدد الشباب الشباب يكون معناها كبير. لكن الاراده نتاع الشباب اليوم، انت اليوم وريت معناها العزوف الانتخابات 2014 ورات عزوف الشباب مش كمترشحين كناخبين. الاحصائيات الاخيره اللي قامتها معناها اكثر من تقريب 22 فقط في المية، 22% فقط من التونسيين التونسيات مستعدين يشاركوا في الانتخابات كناخبين. قعدت نخمم انا قلت نسبة الشباب في 22% قداش؟ صورتها 0. دونك انا شنو نقول؟ وقت اللي الشباب اليوم مش راضي ومن حقه ونفهم ووراه انه عنده الحق لاسباب تاع تواصل، لاسباب حقيقيه، لاسباب انه ديمقراطيه جديده على تونس، وربما معناها فما برشا اخطاء في المسار اللي صاير احنا ماشيين فيه. لكن زاد فما حاجه مهمه، انه الشباب اليوم ما يلزمش يكتفي باش يكون متقلق، ما يلزمش يكتفي باش يكون معني ثقه، ما يلزمش يكتفي بانه معناها اليوم معناها يعبر على عدم رضا، لابد انه يشارك. معناها انت اليوم اعطيت توصيات لتحفيز الشباب، اعطيت توصيات تشريعيه، اعطيت توصيات اخرين اليات، لكن يظهر لي زاد يلزم اراده حقيقيه. لازم الشاب اليوم يعرف روحه اللي هو دستور ضامن له حقه، انه هو معناها ما عنده حتى مانع لا قانوني ولا فعلي باش يكون مشارك وباش يفرض روحه. وديما عندي حاجه نقول للشباب، نحبكم تكونوا خير منا، تكونوا خير منا في الوحده والتضامن بيناتكم، وهذه راهي اذا تحبوا توصلوا وتوليوا اصحاب القرار مش المؤثرين، اصحاب القرار، يلزمكم معناها تتخلاوا على عيوب الطبقه السياسيه اللي انا منها، واللي هي قله التضامن وقله معناها استراتيجيات معناها الجماعيه. اليوم الشاب اللي يحب يخدم لازم يخدم مع الشاب اللي معاه، مع الشابه اللي معاه، ما يلزمش يحس الشاب اللي معاه وكانه هو منافس لي. السند للشاب هو الشاب. نحن كلام نقولوه خاطر بالحق انا شخصيا مقتنع بقوة الشباب، لكن ما يقعد يبقى كان كلام. الفعل الحقيقي هو عندكم انتم كي تبداو متوحدين وتحبوا تفرضوا سواء القرارات سواء انكم تكونوا اصحاب القرار. وهنا بكل صراحه وبكل محبه ومعزه وايمان وصدق معناها المصادقه معاكم وثقه فيكم، كان تحبوا الباب هذا ما تدخلوش عليه، الباب تدخلوا تحلوه وتدخلوا له وتاخذوا قراره وخرجونا منه احنا اصلا.